السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنشوف طاقه برج الحمل، الطاقه عامه ومفتوحه لجميع مواليد برج الحمل، انثى ذكر، كل مواليد برج الحمل هينطبق باذن الله عليهم القراءه بتاعتنا النهارده. هنشوف دلوقتي ايه الاخبار عندك يا برج الحمل، ويلا بينا نشوف فنجانك. انزلوا بالصلاه على الحبيب وبالتعليق الجميل اللي بتصلوا بيه على الحبيب، ونقول بسم الله بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. شايفين فين طاقتكم؟ طيب ادي نسيب هنا ونقول بسم الله. طيب اول حاجة، انتوا عندكم الفترة دي دراسة، دراسة شديدة عليكم، لأن يعني بمعنى اصح الدراسة دي فيها نجاح، نجاح كبير قوي، لان انت هنا في نتائج حلوة جدا. النتائج دي هتكون اخبار جميلة لكم. انتوا هنا عمالين تدوا، عمالين تعفروا في مجهود في حياتكم، او هتستثمروا حاجات معينة في حياتكم، لان في تسديد، وده بيدل على نتيجة مجهود الفترة اللي جاية. طيب البعض هنا، مع البعض منكم في حاجة انتم مخدوعين فيها، في حاجة انتم مظلومين فيها، في حاجة يعني طاقة حيرة، يعني مش عارفين اولكم من اخركم، مش عارفين تناموا، مش عارفين تعملوا حاجة. الطاقة بتاعت الاشخاص اللي حواليكم عاملين لكم حيرة من حياتكم، حيرة من امركم، لكن انتوا هنا عندكم قلب مفتوح. القلب المفتوح ده طالع منه حرف الام، حرف الام ده فيه مشاجرات ما بينكم، فيه خلافات ما بينكم، في حاجة انتوا مستنيينها الله اعلم. هنا انتوا قررتوا ان انتوا تفعلوا الحاجة اللي انتوا عايزين تعملوها، لكن في بعض الامور، في بعض الناس وجعاكم، في طاقة خيانة، في طاقة خوف من بكرة، لان طاقة الدموع اللي عندكم دي مستمرة معاكم شوية. فالبعض منكم هيسعى لتحقيق الحلم، اذا كان في العاطفة او في الحال المادي، لانه عندكم فخر بنفسكم. في هنا خبر، يعني في انتظار خبر، انتظار الخبر ده لاما حكومة لاما سفر، الله اعلم، لكن انتوا عندكم تحويل من مكان لمكان للافضل. في كمان شخص، الشخص ده بينكم ما بينه حيرة، بينكم ما بينه، منكم وما بينه مسافة، في بينكم الله اعلم، بس لكن في مسافات بينكم، لكن انتوا بتحبوه جدا ومستنينه يرجع، مستنينه وتتكلموا معاه، الله اعلم، لكن انتوا، لان انتوا عندكم اشتياق كبير قوي. هنا في شوية مشاكل مع الشريك، في شوية منافسات مع الناس اللي حوالين الشريك، لان في تحدي كبير جدا، والتحدي ده مرتبط بكم انتوا شخصيا، فانتوا هتوصلوا للحاجة المعينة اللي انتوا عايزينها. في هنا كمان نقطة من اول السطر، والنقطة دي بتدل على بداية جديدة، اذا كانت بداية حب، بداية اخبار سعيدة، الله اعلم. فانتوا عندكم اكتر من حاجة هتحسن من اموركم. هنا بقالكم اكتر من مدة، اكتر من سنة، اكتر من فترة، عمالين تعفروا وتجهدوا، فانتم منتظرين اللي جاي يكون خير ان شاء الله. باذن الله هيكون فترة مليئة بالمفاجآت، لان انتم هتكتشفوا. في كمان حوت، الحوت ده بيدل على القوة اللي عندكم، بيدل على طاقة الرزق اللي جاية لكم من اشخاص حواليكم، انتوا طبعا عمالين توصلوا لها، عمالين توصلوا لنفسكم. فالطاقة بتاعتكم بسم الله ما شاء الله عليكم، طاقتكم حلوة، طاقتكم عالية جدا جدا الفترة دي، لان عندكم كاريزما في حياتكم بشكل كبير جدا. لاني انا شايفة الفتاة، الفتاة هنا مستنية حاجة معينة، والحاجة المعينة دي يعني اذا كنت خبر مستنياه، اذا كنت حاجة خيبت املك فانت منتظرة تحقيقها، في حاجة انت منتظراها،
حاجة كبيرة جدا انت منتظراها، عايزاها توصلك لحلمك، توصلك للشيء اللي انت مستنياه، لان الحاجة اللي انت مستنيها دي كبيرة قوي وفيها طاقة عامة على حياتك. يمكن الفترة دي يكون عندكم ركود شوية في حياتكم، يمكن الفترة دي يكون عندكم مجهود بتبذلوه زيادة عن اللزوم، لأني شايفاكم بتسعوا، شايفاكم بتجروا، عايزين تحققوا، عايزين توصلوا، في حلم عمالين ترسموا عليه أو حاجة كبيرة عمالين ترسموا عليها لتوصلوا للحلم بتاعكم، لأن في هدف قدامكم. وبالأخص الفتاة عندها أكتر من حاجة، يعني أكتر من حاجة عاملة لك مشكلة، عاملة لك خطوة أو رجوع لورا، لكن ربنا بإذن الله ربنا هيقلب حياتكم بشكل كبير جدا، لأن عندكم قوة ربنا. هيبقى في تبادل، تبادل حلو أوي الفترة اللي جاية. في دائرة، الدايرة دي مقفولة عليكم ودي مسكاكم من، يعني عاملة لكم خانقة، لكن انتوا في نصرة، والنصرة دي كل الناس هتتكلم عليها لانه هتطلعوا من شدة المشاكل اللي انتوا فيها. طيب انتوا هنا في حفلة، في فرح، في خير، في حاجة يعني مناسبة هيجي من وراها خير. طيب خلوا بالكم ان انتوا الفترة دي في شخصين بيحاولوا يأذوكم. الشخصين اللي بيحاولوا يأذوكم دول انتوا هتعرفوهم كويس جدا، لان في خط ما بينكم. طيب عندكم بعد الاحلام المزعجة اللي بتحسوا بيها بالتربيط، بتحسوا ان انتوا متربطين، ان انتوا متخانين، ان انتوا يعني في حاجات بترجعكم لورا، لكن في حاجات كتيرة جدا انتوا يعني مش مفهومة في حياتكم حاليا، لان انتوا في وضع متلخبط. في روحانيات عالية عندكم، او انتوا روحانياتكم عالية. في كمان طفل، خبر حمل، انتوا مستنيين خبر حمل، مستنيين حاجة تخص اطفال، في حاجة متعلقة باطفال بتفكروا فيها. طيب البعض منكم في زعل بينه وما بين الشريك، او في كلام، او في زعل بين، في مشكلة، في حاجة موقفة مخلياكم مش عارفين تاخدوا حقكم، لان ان شاء الله هيكون في رجوع او في لقاء بحب، بس الخوف مسيطر عليكم قوي. طيب حاولوا ان انتوا تسيبوها على الله، حاولوا ان انتوا ما تفكروش خالص، لان انتوا تعبين نفسكم من كتر التفكير والارهاق، انتوا حاسين ان انتوا كتلة من النار، تعباكم، حاسين ان انتوا مش عارفين تعملوا حاجة، لان انتوا عمالين تحسبوا في حاجات كتيرة قوي. بصوا انتوا ما بين اتنين تعبين، وانتوا لوحدكم ومحدش واقف معاكم، فهتجيلكم نصرة من عند ربنا، يعني على قد كمية النار اللي جواكم على قد الانفراجات. طيب في بعض المعاناة اللي عندكم، اذا كنتوا انتوا عندكم وجع دماغ، صداع مستمر، ناويين تعملوا عملية، فعايزين في شوية مشاكل في الصحة الفترة دي، بتاخدوا علاج، الله اعلم، لان في ادويه وفي دخول عمليه او حاجه انتوا عايزين تعملوها. في كمان شجره، الشجره دي خير، خير قوي عليكم. طيب انتوا في حد عندكم بتحبوه قوي لدرجه ان انتوا بتحبوا تغسلوا رجليه او رجليها، الله اعلم، في حاجه، حد انتوا بتحبوه، بتحبوا تخدموه قوي. طيب انتوا هنا في رسالة جاية لكم، الرسالة اللي جاية لكم دي رسالة ورث او تخليص ورقة، هي حاجة هتخص فلوس، يعني بعد كده هتجيب فلوس. طيب
في فرح، فرح انتوا عندكم، يعني انتوا هتتجوزوا، لان الفرح ده متعلق بيكم انتوا او بحد من اختك، اخوكي، حد منكم، مش حد من صحابكم بره، لا ده حد منكم انتوا، لاني عندكم هنا فض مشكلة، فض مشكلة كبيرة. طيب انتوا حاليا واعين في دوامة او واعين في حيرة، يعني مش حيرة كبيرة، يعني حيرة ما بين امرين، حيرة ما بين شخصين. طيب اكتشفتوا حقيقة ولا لسه؟ او اكتشفتوا شخص بياخد منكم فلوس او بيضحك عليكم، اكتشفتوا حاجة، انتوا اكتشفتوا شوية حاجات الفترة دي، لان في حق راجع او حاجة كبيرة جدا هتفرحكم. طيب بطلوا العصبية الفترة دي، لان عصبيتكم تعباكم، العصبية بتخسركم حاجات كتيرة جدا. في هنا كمان واحدة انتو بتدعو لها، لاني انتو يعني اذا كنت اخت بتحبوها، لكن الاخت دي في حاجات اتسرقت منها، في حاجات تعباها، في حاجات هي مش عارفة ترجعها، حاجات راحت منها الله اعلم، او انتو في حاجات اتسرقت او في حاجات ضاعت ولحد الان مش لاقيينها، او لحد الان مش عارفين اصلا مين اللي خدها، بسبب التوتر اللي انتوا فيه مش عارفين تفكروا، كل يعني كل همكم دلوقتي تكتشفوا ازاي حاجتكم ترجع، تكتشفوا مين اللي اخد الحاجة بتاعتكم. لكن انتوا يعني حرف الام مسيطر عليكم قوي، او كماضي انتوا نهيتوه، لان حرف الام عندكم يعني في حاجات بينكم وما بينه، يعني اذا كان في رابط بينكم، اولاد، او حرف الام ده غايب عنكم الله اعلم، لان حرف الام يعني موجود جدا في حياتكم او هيرجع لكم، صدقوني حرف الام ده ظاهر قوي ليكم، وده بيدل ان انتوا يعني التوتر والحيرة اللي انتوا فيها دي من حالتكم النفسية، لانها متأثرة جدا بغياب الشريك، متأثرة جدا باللي حواليكم. طيب بصوا هنا في هدية، الهدية دي هتجيلكم، لاما انتوا عديتوا في فترة اكتئاب وظلم او فترة حيرة، لان في هدية بعد اكتئاب او بعد خوف او ربط انتوا عمالين تركضوه. طيب احب اقول لكم ان انتوا هنا فيكم اللي مكفيكم، فبلاش تخلوا حد يكمل عليكم، يعني بلاش تخلوا حد يقعد يشتكي لكم في همه، لان انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم، لما حد يجي يشتكي لكم همه بتفتحوا له الباب وتفضلوا تسمعوه لحد ما تاخدوا الطاقة منه، لحد ما تحسوا ان انتوا اصلا مش عارفين تتصرفوا ازاي ولا تعملوا ايه. فده اكبر غلط انتوا بتعملوه الفترة دي. حاولوا ان انتوا يعني تكتموا على نفسكم شوية، حاولوا تخبوا، لانه فشل العلاقات وفشل اللي في حياتكم ده بسبب كلامكم او بسبب الناس اللي راشقه عيونها عليكم، لان في ناس كتيره جدا بيهمها امركم. طبعا انتوا هتقولوا احنا ولا مشهورين ولا معروفين ولا حاجه، لكن انتوا طيبين جدا، معروفين يعني بحنيتكم، بجدعنتكم، بشطارتكم، البعض اللي شاطر في بيته، اللي شاطر في شغله، اللي شاطر في حياته عامة، مش لازم يكون حاجة معينة، لكن انتوا في الحسد ده هو اللي بيرجعكم دايما لورا، الحسد ده هو اللي بيخليكم يعني، انا دايما اقول لكم حتى لو في كل القراءات دايما اقول لكم احذروا من الحسد، احذروا من الناس اللي دايما بتأذيكم، من الناس اللي ممكن تكون بتاكل عيش وملح معاكم، لان انتوا فعلا بتتأثروا اصلا بأي طاقة ممكن تتوزع عليكم.
طيب في حاجة انتوا عايزين تعملوها لكن في حد ماسككم، حد بيشدكم لورا. اذا كنتوا عايزين سفر بره وحد واقف لكم بيقول لكم لا، لاما انتوا الورقة هي اللي مستنية، لان في عطل، عطل كبير ومستنيين الانفراج او مستنيين الفرحة. طيب في حاجة كمان، موضوع سر مع واحدة من الصحاب. يعني إذا كان عندكم صاحبة، واحدة صاحبتكم عندها سر أو بتعمل حاجة أنتم مش راضيين عنها، أو بتكلم حد، أو هي بتعمل حاجة أنتم مش راضيين عنها نهائيا وبتقولوا لها لا ارجعي من الطريق اللي انت ماشيه فيه ده، لان الطريق ده هيندمها. صاحبتكم دي متألقة دايما وبتحب التألق قوي، هي من الأبراج الترابية، الأبراج الترابية أو الأبراج المائية، لأن هي ماشية مع اللي ماشي ورايحة مع اللي رايح، وده هيندمها هيخليها تندم. بس يا ريت يعني تلحق نفسها قبل ما يفوت الأوان. طيب بصوا هنا، طيب يمكن هنا انتوا يعني في شوية حاجات هنا الفترة دي هتتغير، يا اما انتوا تغيير سكن يعني او تغيير حياة، في تغيير جميل عندكم، لان في بسم الله ما شاء الله عليكم نور، نور في وجهكم، وده من بعد بعد الامور اللي عندكم. يعني لو انتم متعلقين بالعاطفة زيادة عن اللزوم، او متعلقين بالحياة الزوجية، متعلقين باشخاص حواليكم في الحب، يعني هيتحل الامور دي كلها، لان في نور، في نور في العاطفة جدا. طيب هتبدأوا من جديد، لأن النقطة اللي كانت موجودة ده بيدل على اشتباك في حب جديد، لكن في علاقة ثالثة، علاقة ثلاثية في حياتكم عايزين تخلصوا منها، لكن في حاجة ماسكاكم، حاجة محطماكم، الله أعلم. في هنا أمنية حلوة انتوا دايما بتدعوا ربنا بيها، الأمنية دي كلها خير، كلها أمور مستجدة في حياتكم. طيب الفترة دي يعني بعد كام يوم بالظبط هتلاقي تحقيق أمنية انتوا عمالين تدعوا لها، عمالين تدعوا يعني بالهداية، تدعو ربنا يكرمكم، في دعوة حلوة هتتحقق، لأن في يعني حاجات جديدة انت هتفعلوها. لكن خلوا بالكم من فترة للتانية بتحسوا بالخمول، الخمول والكسل والإرهاق، فعايزاكم دايما تكونوا واثقين من كل خطواتكم، واثقين من حياتكم. طيب لو انتوا معاكم فيزا، لو انتوا معاكم دفتر في البنك، دفتر في زي ما يكون، او معاكم فيزا، معاكم فلوس في حتة، اقدر اقول ان انتوا الفترة دي ممكن تغيروا
كلمة السر ممكن تغيروا او تشيلوا الفيزا بتاعتكم او اي حاجة تخص المال، تشيلوها في مكان جديد ما يكونش حد يعرفه، لان لو انتوا يعني سبتوا مالكم زي ما هو، او بمعنى ان انتوا لو ما غيرتوش الارقام السري هتحصل توتر الفترة اللي جاية بسبب المال. فلو غيرتوا مكان الفيزا بتاعتكم او الفلوس بتاعتكم المشكلة هتتخطوها وهتعدوها خالص. اما لو انتوا ما عملتوش كده هتلاقوا في مشاجرات على الفلوس الفترة اللي جاية، ده لو انتوا معاكم فيزا او معاكم دفتر في البوسطة زي ما يكون معاكم مبلغ من المال، فياريت تغيروا المكان بتاعه، لان هنا هيبقى في نبذة او حظ جديد في بعض الامور اللي انتوا حاليا بتفكروا فيها، وفي اشتباك بينكم وما بين بعض الاشخاص اللي في حياتكم. يا رب قراءتنا تكون عجبتكم وتكون نالت اعجابكم. طبعا قولوا لي ايه اللي انطبق عليكم من قراءتنا النهارده، وان شاء الله باذن الله كل اللي انطبق عليكم ما يكونش غير خير ورزق وتفاؤل. تحياتي ليكم.